تشكي أراس بولوت إينيملي عن حبيبته الممثلة بيجي أونال بعد علاقة حب استمرت لمدة 6 سنوات. إليكم التفاصيل. في مفاجأة حزينة لمحبي النجمين أراس بولوت إينيملي وبيجي أونال، كشفت بعض وسائل الإعلام التركية أن الثنائي انفصل بعد علاقة حب استمرت لمدة 6 سنوات، إلى أنه لم يتم الكشف عن أسباب الانفصال، كما أيضا لم يعلق الثنائي على هذا الخبر، والذي يتمنى الكثيرون أن يكون مجرد شائعة. وجاءت سر الشائعة القوية حول انفصال أراس بولوت إينيملي عن حبيبته بيجي أونال هو عدم احتواء حسابات كل منهما على مواقع التواصل الاجتماعي على أي صور تجمعهما، كما ألغيا متابعة بعضهما البعض على حساباتهما الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، ما يؤكد على خبر انفصالهما. وهذه ليست المرة الأولى التي ينفصل فيها الثنائي، حيث قرر أراس بولوت إينيملي من قبل الانفصال عن الممثلة بيجي أونال بعد قصة حب استمرت لمدة 3 سنوات، ورجح الإعلام آنذاك أن السبب هو غيرة أراس بولوت على حبيبته بيجي أونال نظرا لقوة المشاهد الحميمية التي جمعتها بالممثل محمد جونسور الشهير بالأمير مصطفى ضمن أحداث فيلمهما سيد النوارس. اسم أراس بولوت إينيملي وبيجي أونال أصبح من ضمن الأسماء الأكثر حديثا في ترند تركيا بعد صدور خبر انفصالهما بعد علاقة حب استمرت لمدة 6 سنوات.